هاي يا حلوين، فيديو النهاردة هيكون زي ما قريته في العنوان كده، فيديو مش طبيعي. جبت حاجات كتير قوي لليلي، وجبت حاجات ليا هدوم وكده. طبعا هحاول برضو ان انا اسهلكم. جبت حاجات من الصيدلية، حاجات سكين كير وعناية كتير قوي للشعر وللبشرة، وكمان جبت كام حاجة من بيكسي، على حاجة كام حاجة كده متفرقة من المول، لان كان في حاجات براندات كده كانت عاملة سيل، فقلت ان انا اجيب منها. فلو حابين انتوا تعرفوا انا جبت ايه، لان الفيديو هيبقى طويل قوي، بليز اعملوا سبسكرايب للقناة كده ان انتوا عملتوا لايك للفيديو ده، وهاتوا حاجة تشربوها او تاكلوها عشان تقعدوا تستمتعوا بالفيديو، لان الفيديوهات بتاعت المشتريات دي بتبقى للاستمتاع فقط، يعني مبيبقاش فيها اي حاجة تانية. ممكن اقول معلومة في النص ولا حاجة، او رأيي مثلا في حاجة انا جربتها، وهقول لكم رأيي في حاجات، لان جبت الحاجة على كذا مرة فجربت شوية حاجات، هقول لكم كده ريفيو صغنن عنها. بس متنسوش كمان ان انتوا تتابعوني على بقية السوشيال ميديا، بسيبها لكم تحت في الديسكربشن بوكس، تيك توك، فيسبوك، وانستجرام. ويلا بينا نبتدي. خلينا نبتدي اول حاجه بيكسي، علشان هو جبتش منه غير حاجه واحده، وكان عامل لما تشتري حاجه تاخدي التانية هديه، فجبت حاجه واحده ونقيت الحاجه التانية عليها هديه، اللي هي شنطه. كنت محتاجه شنطه سودا، لان الشنطه بتاعتي انا جايباها مثلا بقالي سنتين او حاجه، وابتدى الجلد بتاعها يقشر، وانا مش بتاعت شنط قوي بصراحه، انا ما عنديش غير شنطه سودا مثلا واحده، ما عنديش غير شنطه بني واحده، فمش بجيب شنط كتير، مش مهووسه بيهم بصراحه. فكنت محتاجه واحده من بيكسي، وكان عامل سيل فخدت اتنين. دي اللي انا جايباها مني، كنت عايزه شنطه سودا فجبت دي. بصوا شكلها شيك قوي، عجبتني ان هي يعني ينفع اشيلها كده، ينفع تبقى كده شكلها حلو، وفيها كمان من جوه زي بتاع كده مش عارفه اسمه ايه، بتحطيه كده تشيليها كروس. مش عارفه السعر كان كام، بس تقريبا 1300 على الاتنين، يعني الواحده كانت ب 650 جنيه، فشايفه ان 650 جنيه بصراحه عليها حلو، ومش صغيره ومش كبيره، يعني حجمها حلو. هو قال لي انت بتعملي كده، بتعملي كده عشان تفتحيها. حجمها كويس، يعني تاخد مثلا الموبايل والمحفظة، الروج، ممكن مثلا موبايل تاني ولا حاجة كده، يعني حلو قوي. جبت بقى واحدة فوشيا، دي اللي انا منقياها على انها الهدية، فوشيا في بيج كده هتبقى حلوة مثلا على فستان ابيض، على حاجة مثلا طب ابيض، على حاجة جينز، هتبقى حلوة وما فيهاش غير الشكل ده، يعني مينفعش تشتريها غير كروس، ما فيهاش ان انتي تشتريها كده، ف ده يعني ممكن يبقى عيب، بس انا اوريدي بحب الشنط اللي هي الشكل ده، ودي تقريبا بتعمليها كده هتتفتح شمال كده، برضو حجمها يعتبر بالنسبه لي حلو. انا عموما ما بحبش الشنط الكبيره قوي اللي هي بيتحط فيها لابتوب والكلام ده، بحس ان هي اوفر زياده عن اللزوم، بخش حاجات كتير قوي كده. من براند اسمها 2S، البراند دي مصرية، عاملة شبه كارينا كده شوية او شبه كوتونيل مثلا، ان هي فيها بيجامات حريمي ورجالي واطفالي وملابس داخلية وكمان شرابات، يعني عارفين الحاجات اللي هي بتاعت البيت كلها دي، بس فاتحين بصراحة فرع حلو قوي في مول مصر، وفاتحين كمان فرع في مول العرب، فروحت مرة مول مصر وروحت مرة مول العرب، فجبت من ده مرة وجبت من ده مرة، فخطيرين بصراحة، الحاجة حلوة قوي، فقلت لازم اوريها لكم يعني عشان لو حد حابب يجيب، والحاجه اسعارها حلوه جدا. جبت الليلي بيجامه، وانا من كتر حلاوه الحاجه اصلا سالت البنت قلت لها هي دي حاجه خروج، قالت لي لا دي بيجامات، فانا مش مصدقه، وحتى ما وريتهم لاحمد قال لي دي بتاعت خروج، فلا هي بيجامات. بصوا رحت جبت لها تاني بقى لما لقيتها حلوه قوي كده، رحت جبت تاني كانت ب 400 جنيه. جبت عليها البنطلون ده وعجبني ايه من تحت كده، فيها زي كلام معرفش ايه الكلام ده، ايفر بيست يعني، ما علينا، بس شكلها حلو جدا. دي مقاس سنه ونص، الحاجه مقاساتها كبيره شويه، ومن جوه متبطن كمان، اللي هو بيسموه ميلتون ده اعتقد، اللي هو زي فرو كده او حاجه عشان الشتاء، فبالنسبه لنا يعني لما نروح دبي هتبقى دي حلوه قوي تتلبس، مش من تحتها حاجه يعني، خلاص من تحتها ما فيش بقى حاجه سيرمال او كده، هيبقى حلو جدا. وجبت دي كمان، دي بقى مقاس سنتين، هتحسوها طويله شويه، هي عندها سنتين ونص بس حاسه الحاجه كبيره عليها، فمعلش هي بتلعب لو سمعت صوت عدوها. جبت منها كمان الموز، وهي دي اللي خلتني ارجع اجيب الاثنين دول، اصلا حلوين ومشيتهم حلو قوي. روحي ودي دول بقى كمان يا ليلي، روحي ودي دول.
دول. يلا تعرفي تشيلي الشنطة دي؟ أما تيجي بقى تاني شيلي الشنطة دي. ماشي اه خلاص، روحي ودي دول الأول وتعالي. ماشي، بصي قدامك، برافو. بحاول اوزعها بأي طريقة، مش عارفة. بصي دي شكلها، اللون ده جميل جدا، وهي ما عندهاش حاجات كتير اللون ده. برضو دي مقاس سنتين، وحاسة ان هي كبيرة جدا على سنتين يعني، ف مقاسات كبيرة قوي. وجبت بقى بيجامتين ليا برضو شتوي، عارفين انا عندي مشكلة مع البيجامات الشتوي. هحاول اسهلكوا علشان تشوفوها، لان هنا مش يعني مش هتشوفوا حلاوتها خالص. بص هي كده 3 قطع هي. خدي يا ليلي ودي دي كمان، يلا جوه. من هنا كده بتتلبس ايه يعني، زي مثلا روب بس هي قصيرة. وفين القطعة التالتة بتاعتي؟ وفيها البنطلون. هيسهلكوا هيسهلكوا عشان تشوفوها احسن. ده تيشيرت يعني، ممكن في الجو اللي هو شويه كده على شهر 12 مثلا نلبس دي عليها البنطلون بس، ونسيب بقى الجاكيت اللي من فوق ده لشهر مثلا 1 2 كده يعني. وجبت كمان الكحلي دي، شكلها دي شبه شويه بتاع فيكتوريا سيكريت. لا ما ينفعش تاخدي حاجه مني. ده لا خدي ده، خدي ده، نو ده خدي ده، شبه شبه بتاع فيكتوريا سيكريت كده. اسهلكوا برضه عشان تشوفوها، والخامه ناعمه قوي قوي قوي. بعد كده جبت منهم شرابات، شرابات بيضه. جربت واحد كان تحفه، حريمي برضه، الواحد ب100، الباك فيها 3 ب100. وجبت الاسود الابيض كمان من عارفين البوز اللي هو بيبقى في النص وبيبقى واقف فيها دايما سوريين، بيقولك اتفضلي مثلا شمي حاجه كده، بيوريكي يعني، بيوزعوا زي ورق كده صغنون. فقال لي احنا عندنا هير ميست تحطيه على شعرك وكده، بيبقى سيف وكل حاجه. والبراند في منها في السعوديه وفي منها، هو قاعد يقول لي حاجات كتير قوي بصراحه، انا ما افتكرتش حاجه غير السعوديه. فبالتالي في قطر والكويت برضو، قال لي هنفتح قريب في الامارات. فهي اسمها روز ماري، ده شكلها، وده شكل الهير ميست بتاعها. في منها البرفيوم طبعا، بس انا خدت الهير ميست لاني ما عنديش حاجه خالص هير ميست، وهي مكتوب عليها ميد ان تركي. فجبتها هي فانيلا كده، طبعا شمني حاجات عربي وبتاع، قلت له لا انا عايزه حاجه تكون على فانيلا جميله جدا. قال لي كمان ينفع ان انت تحطيها ك بودي سبلاش، هتبقى حلوه جدا، ريحتها خطيره خطيره، حلوه قوي، كميتها كمان حلوه جدا. بس ده شكلها، ده جبتها من فرع بتاع مول مصر، ما اعرفش اذا كان ليهم فروع تانية ولا لا. وكميتها 200 مللي، ريحتها خطيره بجد، حلوه قوي. هي فانيلا، ممكن برضو تاخدوها سكرين شوت عشان لو هي اسمها بوكي، معرفش بقى اذا كان ده كل الباكجينج بيبقى نفسه ولا في كلام متغير، ولا هي دي المميزة عشان فيها اسمها بوكي يعني، هو ده الاسم بتاعها. فممكن تاخدوها سكرين شوت لو حد حابب ان هو يشمها مثلا ويجيبها. بقى على احلى حاجة في المشتريات، وهي المشتريات اللي اشتريتها من الصيدلية. جبت من صيدليتين، جبت اول حاجة من صيدلية العرب، بتهيألي اللي قاعدين في اكتوبر هيبقوا عارفين صيدلية العرب، هي فتح منها فرع في الحي الثالث اللي انا جبت منه، وفي في حي تاني بس مش فاكرة هو ايه. وجبت منها الشامبو والبلسم بتوع كلاري. الشامبو والبلسم جربتهم، واللي هو الفريش سكولب ده، ده زي صنفرة كده لفروة الراس، خطيرين. انا كنت خايفة اصلا منه لما لقيته تقيل كده، قلت اه هيلزق لي شعري بقى وبتاع. خطير خطير، بيدي تأثير خطير. طبعا مش ده الريفيو الاساسي يعني، انا استخدمته مرة، هو ده اللي انا مستخدماه على فكرة المرة دي على شعري، ومدي نعومة لشعري. بالنسبة ان انا استخدمت شامبو وبلسم، ما كانش معايا حمام كريم ان انا اعمل حمام كريم لشعري. فهاتي يا ليلي كده الشامبو اوريه، ده شكله تالي كل الناس عارفاه يعني. وبعدها بقى لما لقيت اللاين حلو كده، رحت جبت الهير ماسك من صيدليات مصر. جبت كمان من حاجة عرفة، دي برضو براند مصرية، بس مش عارفة ليها فروع فين بصراحة. هي بلاقيها كده حاجات راندم يعني، ممكن في كارفور تلاقي حاجة، ممكن في سبينس تلاقي حاجة، حاجات كده يعني. جبت الشامبو بس ده بصراحة ماما هي اللي عايزاه، فهسألها لما تجربه، ممكن استخدمه منها مرة بس. هي بتقعد تحط حاجات عليه كده، فانا ما بحبش ان انا احط حاجات على الشامبو واستخدمه، فهي دايما بتخلط الشامبو بحاجات، عشان كده ما بستخدمش الشامبوهات بتاعتها.
فانا ممكن استخدمه قبل ما هي تستخدمه واقول لكم رايي فيه، او ممكن بقى اسالها هي ايه رايها فيه. فالشعر العادي والجاف وبالجوجوبا اويل، كوكونات اويل، روزماري اويل، وكان سعره حلو جدا 70 جنيه بس، فدي حاجه حلوه جدا. الشامبو والبلسم بتاع كلاري ب 230، والماسك ده ب 225 اللي هو الفريش سكالب ده. صيدليات العرب جبت الفي بايوتين، انا كنت جبت الفي كير واستخدمته وعملت لكم عنه ريفيو ان هو حلو جدا. الفي بايوتين ده بقى مخصص للشعر اكتر، فيه 10000 ام سي جي بايوتين، وانا قلت لكم شعري بيقع جدا من ساعه ما كنت في ابو ظبي، ففي مأساة يعني بيقع كده، بيقع غريب جدا. بس في حاجه بقى غريبه جدا حصلت، انه اول لما جيت هنا مصر بقى بيقع بالمعدل الطبيعي. انا مش عارفه الموضوع يعني كده، انا ظلمت التريتمنت بقى يعني. هو كان بيقع قبل ما اروح ابو ظبي، بس لما رحت هناك لا، الشعر بيقع بطريقه فظيعه، فغالبا الميه فيها حاجه، لان لما جيت هنا لقيته بيقع بطريقه طبيعيه جدا. فمش عارفه بقى النفسيه ولا ايه بالظبط، نفسيتي بتيجي على مصر اكتر. فقلت برضو هجيبه علشان يعني يبقى كمنتنس كده، فلو عجبني برضو هكلمكم عنه. وده برضو صناعه مصري على فكره، 300 وحاجه اي جس، 225، سعره حلو جدا. ثلاثة ليب بولم، هي حبيبة الليب بولم كلها، من بوبانا، دي برضو شركة مصرية. ستروبيري اعتقد ولا راسبيري، راسبيري وكوكا، كوكا وكوكا وهايلورونيك، هايلورونيك. ثلاث حاجات جبت، الستارفيل ده اكني برون، عشان انا فتره البي ام اس بيطلع لي حبوب في وشي، فكنت عايزه حاجه مثلا ان انا ارطب بيها المكان مثلا بتاع الحبايه، او ان انا احطها على وشي تبقى يعني مش تقيله، علشان ما تزودش الموضوع، لان بتبقى حبوب رخمه كده. بس الصراحه جربته مرتين كده وحسيته ما عجبنيش. ده شكله، سعره كان لطيف بس انا مش هحكم عليه برضو دلوقتي، يعني حابه استخدمه فتره اطول، بس بحس ان هو مثلا عايز بشره دهنيه، دهنيه جدا يعني، لو مختلطه لا مش هينفع. هو 60 جرام ومن شركة ستارفيل، اسمه اكني برون سكين بالتي تري. ده شكله، لو انت بشرتك دهنية جدا هيبقى حلو معاكي، بس غير كده لا. جبت كمان مايسيل ووتر بتاعت ستارفيل، سمعت ناس كتير قوي بتقول عنها كلام حلو، فجبت الكبير على طول، يعني انا بثق فيكم. اخر حاجة الديرما سوفت ده، ده من شركة اسمها ماش بريمير. الشركة دي على فكرة مش كل حاجاتها بتبقى حلوة، ماش بريمير دي بس يعني قلت اما اجرب، بثق جدا للناس اللي بشرتها مختلطة مش بتطلع حبوب، كمان الناس اللي بشرتها جافه وعاديه هيعجبهم، فقلت يعني واي نوت. متغلف حلو قوي، تحسه يعني ان هو نضيف جدا. ده شكله، كميته كبيره جدا، كان بقى ملي 100 ملي، حلو جدا، بس مش عارفه السعر كان كام، عشان انا جبت الحاجه وحسبت مره واحده لقيتها. مايسيلر ووتر بتاعت ستارفيل ب100، والديرما سوفت ب156 جنيه. ستارفيل الاكني برون ده الكريم ب70 جنيه، سعره حلو جدا. كده بقى من صيدلية مصر جبت الهير ماسك بتاع كلاري، لان زي ما قلت لكم لقيت الشامبو والبسم حلوين جدا وترطيبهم حلو، فقلت اكيد الهير ماسك هيبقى كمان حلو جدا، فجبت الهير ماسك. ما لقيتش السيروم، دورت عليه وما لقيتوش، ريحته حلوه برضو. كلاري دي على فكره هي ستارفيل، بس هما بيغيروا اسامي الحاجه، هي شركة بارك فيل برضو، مش فاكرة كان سعره كام، بس انا معايا الفاتورة، معايا الفاتورة. فين ب275 جنيه. كمان الهير ماسك ده اماراتي، مكتوب عليه ميد ان يو اي اي، معرفش بقى هل هو اماراتي الاصل ولا صاحب الشركة يعني مصنع الحاجة في الامارات، مش عارف بصراحة. بس بصوا شكله عامل ازاي، هي براند اسمها اروما، بس تحس ان هي لكجيريوس جدا ومعلقة وحركة. اوف، في ايه دي عشان لا مش عارفه افتحه. طب خلاص خليه دلوقتي عشان الفيديو ما يطولش، ونفتحه في فيديو تاني. ده كان غالي شويه، كان بكام؟ ب758 جنيه. ايه ده، اتفاجئت من السعر دلوقتي، انا كنت مفكراه ب400 ولا حاجه. ماشي، ما علينا، نعمله ريفيو لوحده. بعد كده من دولين جبت شامبو
وبلسم، علشان انا بستخدم لها جونسون دلوقتي، فقلت ايه نجرب بندولين لو حلوة او كده. بندولين اسعارها حلوة قوي، 75 جنيه باين. بندولين الكونديشنر ب 95، والشامبو ب 90، بس ريحتهم خطيرة، ريحتهم عايزة انام، خصوصا الشامبو ريحته حلوة قوي. ده الشامبو وده البلسم. وجبت كمان الهير ماسك، قلت ايه احطه على طروف شعرها علشان ايه ينعم شوية طروف الشعر ويبقى مش هايش، خصوصا في الجو كله رطوبة ده. فلقيت ده بالشيا باتر. على فكرة حاجة الأطفال ينفع تستخدميها، يعني لو أنا مثلا، لو انتوا حابين إن أنا أعمل عنها ريفيو وإن أنا جربتها لها ولقيتها حلوة وأنا مثلا أجربها وأقول لكم رأيي فيها، حتى اطفال تقدري تستخدميها وانتي مطمنه على شعرك انها مش هتاذي لك شعرك، يعني سهله جدا، بتبقى لذيذه جدا وسيف سايد كده، تحس ان هي حاجه امان جدا ان احنا نستخدمها. ده شكله، واعتقد في شيا باتر، في جوجوبا اويل، خلينا نشوف. مقفول من جوه سيلد، نفتحه. نقطة عادية يعني مش قوية قوي. ده كان سعره 99 جنيه، اسعار كلها اقل من 100. واخر حاجة من السكين سايد، ان لقيت برضو ناس كتير بتقول على براند سكين سايد دي انها براند حلو قوي، بس في حاجة ما عجبتنيش بصراحة في الغسول، اسمه ريبوست. حاسة ان الغسول، بصوا مش عارفة هيبان بالاضاءة ولا لا، بس تحس ان هو فاضي كده من هنا، مش مليان كله، يعني مش لغاية هنا مثلا سايبين في حتة صغيرة، لا اللي هو لغاية هنا مليان نصه كده، وباين معايا في الإضاءة هنا عشان الإضاءة القوية اللي أنا قاعدة قدامها. أما تفتحيه تلاقيه مفتوح من هنا، يعني المفروض على الأقل يبقى سيلد. وفتحت كل اللي موجودين عندها وسألت البنت اللي موجودة في الصيدلية، قالت لي هو الناس كتير بتشتكي من الباكجينج ده. أنا قلت ده عيب في الصيدلية نفسها، يعني إن هما يعني المفروض إنه ال يعني الصن بلوك، بصوا الصن بلوك مقفول، طب ليه الغسول مش مقفول؟ دي حاجة وحشة، لأنه أكيد الناس غصب عنها مثلا تفتح تشم مش عارفة ايه كده، المنتج اتفتح، فممكن مش عارفة يعني ما عجبنيش بصراحة فكرة الباكجينج. المفروض حتى على الأقل يحطوا له حاجة تقفله. أنا أقول لكم الأسعار برضو، سكين سايد سان بلوك ب 290، والكلانسر ب 240. أنا كان في نيتي أصلا إن أنا لما أجي مصر، لأن في ناس كتير كانت بتقول لي قولي لنا الفرق بين الأسعار في الإمارات ومصر، كنت ناوية وانا جاية مصر ان انا اشتري لاروش بوزيه اللي هو الانتيليوس الشاكا فلويد، انه غالي جدا هناك، يعني تمن اتنين هنا تجيبي واحدة في الامارات، فقلت هاجي واشتري اتنين بس خلاص بقى مش هشتري منهم دلوقتي. فجبت اليجون وجبت سكين سايد، والاتنين تمنهم اقل من واحد من بتاع لاروش بوزيه. وسمعت ناس كتير قوي بتقول عليهم ان هم حلوين، فلو طلعوا حلوين فعلا هيبقى اوبشن حلو جدا عن حاجة الفرنسي او الكوري حتى او كده، يعني برضو اشجع المنتج المصري برضو عن الكوري، يعني ليه لا. كميته 50 مللي، كميته مش كبيرة شوية زي الاليجون، بس برضو لو طلع حلو هيبقى اوبشن لطيف جدا. قلت عليكم انا عارفة، بس خلاص دي اخر حاجة. السيبال جبت اللي هو الليبستين بتاعهم لما عجبني البيتش، هتلاقوه في الفيديو اللي نزل لكم. جبت الدرجتين التانيين، انا جبت الدرجة اللي هي رقم 3 اسمها 03 بيتش، الدرجة دي اللي انا حطاها دلوقتي. هو الليب انشيك تنت، جبت الدرجتين التانيين الريد والروز. الريد لونها احمر ومفيش اي حاجه، رقمها 2. هو ينفع تحطيه على الشفايف، ينفع تحطيه على الخدود، بس انا هستخدمه للخدود. وجبت الدرجه اللي هي الروز 01، ده شكلها باكجينج كيوت جدا، حاسه ان هما يعني حجمهم صغير شويه، بس كاستخدام بصراحه حلوين، وبتحسي ان انت بتحطي حاجه قطيفه كده على خدودك، فجمال جدا. وبعدين لقيت المات ليبستيك ده، الدرجه اللي اسمها اولد بينك اللي الناس كلها بتتجنن عليها، فقلت بس لازم اشتريه بقى، لازم اعرف الدرجه دي على ايه، يعني ليه الناس كده كلها بتحبها وليه خلصانه من كل حته. فحتى في امازون لما دخلت ابص عليها لقيتها ان هي ايه وان ليفت اوردر سون، عارفين الحاجات دي اللي هو ايه يلا بسرعه اشتري علشان ايه بتخلص بسرعه وكده. فجربتها مره كده، الدرجه حلوه على بني، بس جبت المات ليكويد ليبستيك بتاعهم اللي هي اولد بينك لقيتها على موف، فدي على بني والتانية على موف. برضو ممكن نبقى نعمل فيديو كامل عن ارواج سيبال اللي انا جبتها الفتره الاخيره. اخر حاجه بقى خالص جبتها هي الاسبونج دي بتاعت بينكي دوز، او اسمها بينك دوز،
اللي هي اسمها روكت سبونج تو كاتس، دي ميد ان تشاينا. سمعت برضو ناس كتير قوي، تقريبا انا اخر واحده في الحياه ان انا اشتريها منهم يعني، فناس كتير قوي تقول عنها انها حلوه وقد ايه سوفت وكده. انا عندي بتاعه بلوسوم وجربتها وعجبتني جدا، فقلت ان انا اجيب واحده، ايه لان بيوتي بلندر غاليه قوي وايه، وانا بستهلك الحاجات دي كتير، بس هي طريه من وهي ناشفه، فاكيد وهي مبلوله هتبقى طريه قوي. وعجبني الايدج بتاعها ده، ان هي يعني انا دايما عندي الحته دي اصلا داخله لجوه شويه، فبيبقى ايه بقعد اعمل بيها كده بالسبونج جامد، فلما تبقى حاجه مدببه قوي كده هتبقى سهله بالنسبه لي، وفيها ايدجز كتير من هنا. لو عجبتني حلوه ممكن ابقى اطلب منها واحده تانية عينها تبقى حلوه يعني. مش فاكره دي كان سعرها كام، بس هي كانت ب 150 مثلا او حاجه، بس سعرها حلو جدا بس برضه. كده. حلوين دي كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، واكتبوا لي بقى ايه اللي انتوا حابين يعني اعمل عليه الفيديو قريب، يعني بندولين ولا كلاري ولا ايه اكتر حاجه عشان استخدمها هي اكتر حاجه واركز فيها عشان نعمل عليها ريفيو. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.